عشان مين؟ دي فرجت تلاتة زي دول وندفع حساب اللوكاندا. وتلاتة ليه؟ ليه ما يكونش 30 60 100؟ الفكره دي كانت تايهه عننا فين؟ احنا نسيب المخروبه دي ونعيش في افخم لوكاندا، سلاملك، فلسطين، سان ستيفانو، ونشتغل على الصنف الممتاز السوبر المريش، نقضي الصيف كله وننزل مصر، كل واحد فينا في جيبه 1000 جنيه على الاقل. بس انت بقى اللي هتبوظ المشروع. ابدا، انا من ايدك دي لايدك دي. ممنوع بتاتا تبص لواحدة اقل من 40 سنة، ولما تكون 30 هروح النار. شوف يا حبيبي، الستات 3 اصناف، اقل من 20 تحبها تدوخك وتخليك على الحديدة، فوق 20 تحبها تقول لك هتكلم بابا امتى، بعد 40 يا حلو تحبك تدوخها وهي بقى اللي تصرف عليك. فعلا فسحتك. الشرط الثاني، اللي يرزق الاول يصرف على زمايله لحد الصناره ما تغمس. طبعا عدل. ايوه سامع، لحد الصناره ما تغمس. الشرط الثالث والاهم، ممنوع الجواز. افرض انا وقعت على فرخه عتقيه وبتكاكي وحبيض له كل يوم بيضه، تلم البيض وتجري. في فرخه بتبيض كل البيض مره واحده؟ بقول لك كل يوم بيضه، اتجوز واترستق وشغلتي بس اقعد جنبها. تنزل البيضه هم يا جمل. ما انت تقدر تعيش معاها من غير جواز. افرض انها فرخه بتعرف ربنا. نعم حاجه، يعني حاجه. طب واحنا هنستفيد ايه؟ لحد ما ربنا يفتح عليكم بحاجه هنقسم البيضه علينا احنا الثلاثه. كده كويس، فرد للجميع والجميع للفرد. اتفقنا. بصحتكم. سكوز.